الله. نعم. قد يشهد العالم ولادة حلف ما بين الصين وروسيا وكوريا الشمالية وإيران بسبب بعض الأحداث والتطورات الخطيرة القادمة، ومن هنا لا أستبعد رؤية قواعد عسكرية صينية ما بين إيران وروسيا خلال السنوات القادمة. هلا بال25 بال26 حنشوف قواعد عسكرية منتشرة للصين. هلا بالنسبة لنا بس هيدي تذكير للتوقعات اللي دائما بتعطيها للمدى البعيد، بتذكر هلا رجع نازل توقع عن الخلاف اللي صاير ما بين بين جبران باسيل وكنعان والوزراء والنواب اللبناني، يعني هيدي الحلقات من 10 سنين او من 15 سنة، فبتكون على المدى البعيد وعم نرجع نشوف. هذا كان مجرد توقع، يعني اكيد في توقع انا كنت قايلته انه احد الافلام الهندية تثير الجدل ببعض الدول العربية، وهذا صار. هذا كان التوقع 2015 معي بحلقة صورناها على الـ NBC. مهما عملوا مهما سووا لن ينالوا من المملكة العربية السعودية، لأنه أنا عشت فيها سنين وهذا الفيلم منه مزبوط أبدا. أنا بالنسبة لي لنكفي التوقعات. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن يخسر أو يهزم لا في أوكرانيا ولا غير أوكرانيا، على العكس، لأنني أرى أن الرئيس بوتين سيكون عراب القوى العسكرية الحاسمة وعلى أكثر من صعيد أو مكان. وأقول للرئيس بوتين للمرة الثانية والثالثة، انتبه إلى أمنك وصحتك. احتمالات وقوع الحرب الكبرى بين بعض الدول الرجاء قد تضع العالم على حافة الانهيار الغذائي، مشان هيك عم نقول زراعه المخيف. ومن المحتمل أن تكون هذه الحرب على أبواب السنوات المقبلة، لذلك أرى أن تخزين القمح والرز والسكر وبعض المواد الضرورية هو مصدر الأمان الوحيد في حال وقوع هذه الحرب لا سمح الله. كما أنصح بعض الدول العربية بتخزين ما أمكن من مواد المحروقات على أنواعها، وذلك تحسبا من حصول الأسوأ، لأننا قد نصل إلى حافة الهاوية في السنوات المقبلة. أتوقع بزلزال كارثي وكبير للدولة دي. شاهد أخطر توقعات ليلى عبد اللطيف النهاردة مع توقعاتنا الليلة. مرحبا بكم متابعينا الكرام، ودي حلقة جديدة من توقعات ليلى عبد اللطيف سيدة الإلهام. اوعى تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. حرب اليمن هتشعل حروب البحر الأحمر، وتسوية جاية من البحر الأحمر بيستعيد الأمان والهدوء من جديد، لكن بعد عدة أحداث ومشاهد قاسية قوي، وحالة غليان وحرب من اليمن لإيلات، والعدو الإسرائيلي هيكون في قلب الحدث. الأجواء الإيرانية في 2024 هتكون مشحونة بالتوتر السياسي والعسكري، ويرافقها حالياً حالات كبيرة من الاستعداد والتأهب لمواجهة بعض التطورات بين أمريكا والحوثيين والسفن والقوات البحرية الإيرانية هتتدخل من جراء حصول عملية بحرية خطيرة في مديرية تطال القوات البحرية، وتسبب إصابات وخسائر كبيرة في صفوف الجيش الأمريكي في قلب البحر. حزن وحداد يلف الأجواء في إيران بسبب رحيل شخصية قيادية إيرانية مرموقة وبارزة جداً، وحيكون قيادي هو اللي قلب الحكومة، وحيضطر لتنكيس الأعلام من قبل الحكومة. تونس والرئيس قيس سعيد، الأحداث المتفاقمة المؤسفة في تونس في 2024 حيكون أحداث قاسية على الأجواء التونسية، خاصة الأجواء السياسية والاقتصادية، والتغيير الكبير في تونس شايفاه أصبح ضرورة واقعة لا محالة. هتشهد تونس احتجاجات تطالب بالتغيير وإسقاط النظام وإسقاط الرئيس التونسي قيس سعيد في حالة ارتباك شديدة، ورئاسته هتكون على المحك. كارثة طبيعية تقترب من الأجواء التونسية والله الحامي. الأنظار والإعلام على البابا، بابا الفاتيكان، وده بسبب حدث مؤسف، وصحة البابا سنة 2024 على المحك، وحنشوف الناس بتأدي الصلوات في الشارع وتدعو له بالشفاء. الصين وتايوان وأمريكا يقتربون من خط المواجهة، وأنا شايفاهم على شفير الحرب إن شاء الله. الصين وتايوان وأمريكا يقتربون من المواجهة العسكرية. فرانسيس الأول يتعرض لوعكة صحية.
الولايات المتحدة الأمريكية والرئيس جو بايدن هتكون أمريكا أمام فترة إغلاق حكومي مؤقت، وعدد من الخدمات الحكومية هتتوقف بسبب هذا الإغلاق. الموظفين والحكوميين في أمريكا قد لا يحصلون على رواتبهم، وحيسبب الإغلاق ده خسائر مادية كبيرة غير مسبوقة على الصعيد الداخلي في الولايات المتحدة. ليلى عبد اللطيف شايفة حالات من القلق والشغب داخل أحد القواعد العسكرية الأمريكية لحادث مؤسف، اجتياح عدد كبير من الغربان السود هنشوفهم ينتشروا في سماء أمريكا وأوروبا وعدة دول عربية، وده هيثير القلق والخوف من هذه الظاهرة الغريبة المخيفة، وعدة دول أسيوية وعربية مما يثير القلق والخوف من الظاهرة دي. عملية تفجير هتطول أحد سفارات مهمة في العالم، وهتصير موجة من الاستنكار والقلق والحذر على بعض السفارات دي حول العالم، وهشوف بعض الدول تستنجد من الخطر والتهديد وهي سفارات عربية أكتر من أجنبية. للأسف سنة 2024 هي سنة الإنجازات والنجاح السياسي الكاسح لدولة قطر على الصعيد الخارجي، سواء في حل الأزمات الإنسانية أو في إنجاز اتفاقات بين عدد من الدول هتفرض الأمن والسلام والإعمار. وحنشهد زيارة مفاجأة لأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني إلى إيران، ولكن المفاجأة الكبيرة هتكون في زيارة أمير دولة قطر للبنان، وده للقائه بشخصية قيادية ورمزية فاعلة جدا من خارج الطبقة أو الطقم السياسي في لبنان. عام 2024 هو عام ترتيب العلاقات القطرية الخارجية مع كل الأقسام، وليلى شايفة أن أكتر الخصوم هنراها في قطر لحل الخلافات ودعم كل الجهود الجبارة اللي بيقوم بيها أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل تاني في قضية غزة لوقف الحرب. وقطر وإيران والسعودية هنشوفهم إيد واحدة والحلول جاية لا محالة لحفظ السلام. المشهد الفلسطيني في المرحلة اللي جاية هيحمل معه مصالحات فلسطينية هتساعد على توحيد الصف الفلسطيني وولادة عهد جديد بعيد عن الانقسامات الداخلية بين أكتر الأطراف الفلسطينية البارزة والفعالة. المزيد من عمليات الانتحار ومحاولات الحرق بسبب الوضع المعيشي. العقوبات المالية هتطال بعض المصارف اللبنانية من جديد، وده هيؤدي لانهيار قسم منها وإفلاس قسم آخر. المزيد من الشركات هتغلق أبوابها بسبب الانهيار وباتت مهددة بصرف الرواتب. أزمة المحروقات والطحين والمواد الغذائية والأدوية هترجع تاني للواجهة وبقوة وهتدق ناقوس الخطر. احتجاجات واسعة وثورات جوع يفرضها الواقع المقبل على الشارع اللبناني، وده هيجعل بعض العصابات تفرض نفسها على أرزاق الناس. مقتل شخصية أمريكية سياسية بارزة خلال الفترة القادمة، وده هيسبب بلبلة للرأي العام. هنسمع عن قرار بالعفو عن بعض السجناء في السجون اللبنانية، وهيكون مفاجئ وصادر من الرئيس ميشيل عون شخصيا. العالم على موعد مع اكتشاف طبي مذهل وعلاج فاعل لمرضى السرطان، والدواء للداء ده هيجي من خلال نبتة أو شجرة مش معروفة، وهيتم العلاج بعيد عن الكيمياء والعمليات. نيزك يضرب الأرض والضحايا تتخطى المئات وتشريد عدد كبير من الناس. حزن على رجل دين يحزن العالم، وأنظار العالم هتتجه للقمر لحدث مؤسف، حادث أمن كبير في أحد المطارات العربية يهز العالم. تتعرض الصين والهند لتلوث كيميائي كبير، وينتقل التلوث ده لبعض الدول وانتشار وباء جديد في الهند. أزمة غذائية كارثية هتصيب العالم وتهدد بعض الدول. نيزك يضرب الأرض والضحايا تتخطى المئات وتشريد عدد كبير من الناس. مئات الألاف من الصينيين هنشوفهم بمظاهرات حشدة يرافقها أعمال شغب وفوضى وحرق وتكسير، وحيبان المدن الصينية كأنها ساحة حرب، وده بسبب حدث مؤسف وكبير. وليلى شايفة أن الصين أمام أزمة صحية جديدة وخطيرة، وبسبب تفشي ظاهرة جديدة وغريبة. خطوات الصين وتايوان هتصبح قريبة جدا نحو المواجهة والحرب، وهي شايفة أن الحرب دي جاية لا محالة وهتؤدي لسقوط آلاف الضحايا والأبرياء ما بين الصين وتايوان. كمان ليلى عبد اللطيف شايفة أن المغرب هتكون أمام ثورة إصلاحات واسعة
يرافقها حدوث تغيير في الحكومة المغربية وفي بعض المناصب الحساسة، وحيتم إصدار قوانين جديدة تكون لمصلحة المواطنين والموظفين والعمال في أنحاء المغرب كلها. ليلى شايفة إن في زلزال قوي وكبير يضرب الصومال بشكل كارثي وكبير. وإلى هنا متابعينا الكرام نوصل لنهاية حلقتنا النهاردة، شكرا لكم وإلى اللقاء.